ولك يا رجل يا رجل ولك. أنا بدي فوز علي أنا، خذ لك ولسه وبكل ثقة وقاعد ومبتسم كمان. أنتوا حزب المحافظين الواحد مصدق حاله ومفكر حاله إنه إيش فهمان بالسياسة. قالوا إيش وبدهم يقطعوا بس الضرايب على الأغنياء. ها هاي دقني إذا رح تفلح، هاي دقني إذا بتفوزوا وبتحكوا عن البلد مرة ثانية. حكومة عنصرية. روح يا حبيبي العب العب العب، فكر حالك رح تفوز. لبعدك لبعدك. ما حدا طلع خرجكم إلا الليبرال، حطوكم في مكانكم. بس خلينا نشوف بعد كم من يوم. بس انتو عنصريين. يا زلمة روح يا زلمة روح. الدولة بتصرنا بعد الروح. لا هطول. هاي الحلقة برعاية مقهى العمدة في مدينة مسيساغا الكندية. فيكم تروحوا تستمتعوا في الأجواء العربية في أي فرع من فروع مقهى العمدة وتحصلوا على خصم 20% على كافة طلباتكم. هذا العرض يسري في أيام الأسبوع من يوم الاثنين ليوم الخميس فقط، ومن الآن لحد آخر شهر أكتوبر. كل اللي عليكم تعملوه أنكم تستخدموا كود العمدة فادي وراح تحصلوا على هذا الخصم 20%. وإذا بدكم فينا نلتقي كلياتنا يوم الاثنين 21 أكتوبر عشان نتفرج على نتائج الانتخابات الكندية ونحتفل برئيس الوزراء الكندي المنتخب مين ما كان يكون ومن أي حزب كان. خلينا نبلش الحظ. زيك ميلاد، كيف الحملة الانتخابية تبعتك؟ خبرنا. الحمد لله كله تمام. شو عم بيصير معك؟ أدينا شغالين إن شاء الله خير يعني. في طبعا بنعم عشان خسرت بالبرة الانتخابات كمان. يا سيدي مش هتعرف. لا يا شيخ أخي، انتو المشكلة. أنا مشكلتي معكم انتو المحافظين عنصريين خالص خالص، لا بدكم تجيبوا مهاجرين ودائما عندكم اضطهاد للأقليات اللي احنا منهم. تعرف راح شو يسوي فيكم؟ انت خلصت كل مقابلاتك مع الليبرالز وجاي بتتسلى علي؟ لا يا راجل والله، كل عايز ألعب طاولة وديك اتغلبت في الطاولة، وبعدين جاي بتقول لي عنصريين؟ انت جاي بالكلام ده؟ ما انتوا ما عندكم مشاكل دايما مع المهاجرين، بدكم مش تجيبوا فين مشاكل؟ انت جيت سنه كام يا فادي؟ انا جيب لي 2010. 2010 كان مين بيحكم كندا؟ اي حزب؟ المحافظين. طب ازاي احنا ضدك بقى؟ هل احنا قلنا لك ما تجيش كحزب؟ امتى كان حزب المحافظين ضد الهند؟ لا في يعني انا ما شفتش الكلام ده على مر التاريخ. احنا فقط بنعمل عدد معين من المهاجرين اللي يجي يلاقي شغل، اللي يجي يلاقي وظيفة، بيجي يقدر يعيش ويندمج في المجتمع. ده أهم عندنا يعني، دي مبادئ إنسانية أهم حتى من أي شيء. إحنا بلد مهجر، الهجرة ده الهوى اللي كان بتنفسه. أنا راجل بتاع هجرة، مش ممكن أشارك في حكومة ضد الهجرة. الهجرة دي مصدر من human resources، موارد البشرية، مصدر من professionals، الناس المتخصصين، مصدر للناس اللي بتعمل سمول بيزنس، مصدر الانفستورز، مصدر اللاجئين. كل واحد من دول ليه دور في المجتمع الكندي. ازاي احنا ضد؟ يعني انتوا حتى مع اللاجئين، مع موضوع اللاجئين؟ طبعا طبعا، لكن بنظام. ما ينفعش اسيب لاجئ قاعد في بلد بره كندا مستني دوره واخلي حد تاني ياخد مكانه بانه بيعدي من على الحدود بمنتهى السهوله. ده عدم عدل. اللي جاي من على الحدود ده انت خدت مكان واحد تاني. احنا عايزين بس الموضوع يبقى فيه تنظيم. يسيبك من الاشاعات، اسال واعرف هتلاقي الاجابه واضحه وبسيطه. وبعدين يعني انت يعني بمنتهى البساطه موضوع اللاجئين السوريين اللي جم كندا، هل تعلم ان تمت الموافقه عليهم في عهد حكومه ستيفن هاردن؟ يعني في عهد الكونسرفتيف مش في عهد الليبرال. الناس يمكن ما تعرفش الكلام ده. يعني احنا مع المهاجرين، احنا مع اللاجئين، احنا مع نظام الهجرة بنظام فقط. يعني يعني بتكون اياه يكون تحت السيطرة وبأعداد محددة. ده أعداد محددة اللي يقدر المجتمع الكندي يستقبلها واللي يقدروا يدوبوا في المجتمع الكندي بشكل فيه بشكل فيه. ده المهم.
بدك بعدين من غير النرفزة انت عماله بتتنرفز وانت في ايه يعني افهمتني يا اخي. بس انتو كمان برضو عندكم مشكله الضرائب، انتو دائما راس ماليين بتفكروا بس بالشركات والحيتان بدكم تعملوا معفاءات ضريبيه، واحنا الناس الفقراء اللي زي حالاتنا مين قال برضو ذا كلام مغلوط؟ انت جايب الكلام ده منين؟ هيك الناس كلها بتحكي على الفيسبوك وعلى الانترنت. لا اتفرج انت واضح حبيتها هيك الناس كلها بتحكي على الفيسبوك وعلى الانترنت يا اخي. واضح انك انت مصادر بتاعتك مش مخ. اولا احنا في عندنا خطه يعني يمكن اندرو شير يتكلم فيها 500 مره، تخفيض الضرائب على السمول بيزنس، وده هيخلق فرص عمل جديده ان الناس هتفكر انها تعمل سمول بيزنس اكتر. دي نمره واحد. نمره اثنين تخفيض الضرائب على البيوت، على الهيت، الهيتنج اللي احنا بنستعمله عليه ضرائب هتتشال. تخفيض الضرائب على الافراد والاشخاص. فين 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 الاغنياء وفين الفقراء؟ يعني انتوا فعليا معلومه مش مظبوطه وعمالين بنتكلم فيها وخلاص. يعني انتوا بالاخر في فعلا اقتطاع ضريبي حيصير على الاغنياء وعلى الفقراء؟ طبعا. ده انت كمان اكتر حاجه اكتر من ده احنا هنوقف الكاربون تاكس بتروح يعني اللي هيخلي كل حاجه في حياتنا غاليه. بس انتوا ما عندكم معناته خطه عشان موضوع الجلوبال وورمنج؟ مين قال لك كده؟ مين قال لك كده؟ بالعكس في خطه واضحه جدا. اولا يعني الجلوبال وورمنج اتس نوت بس الكندا، دي لازم تبقى حاجه عالميه، حاجه دوليه كل دول العالم تشارك فيها. ايه الفايده انك انت تحافظ على البيئه في بلد وتسيب بقيه العالم؟ هنا في كندا احنا عايزين نعمل مشروعات كبيره لخلق الطاقه النظيفه، طاقه من الرياح، من الشمس، من الامواج، في مصادر كتير جدا للطاقه النظيفه. ده مش كده بس، احنا عندنا خطه ان احنا نعمل الكلام ده ونصدره ويكون مصدر دخل، يعني نصدر طاقه ونصدر تكنولوجيا. فانت في محورين مهمين جدا، هو ده اللي يقدر يمشي على اللونج ران. يعني تقدر تشجع دول تانية انها تشارك معاك في مشروعات الطاقه النظيفه من خلال تكنولوجيا بتعملها ومن خلال طاقه بتصدرها. طب موضوع العلاقات الخارجيه يا اخي، دائما انتوا يعني حزب المحافظين دائما حزب تابع للامريكان. حدث ولا حرج، حدث ولا حرج في عصر الحكومه الليبراليه. انا مش شايف علاقات خارجيه، يعني انت عاديت كل الناس، عاديت كل الدول، وده اثر طبعا على اقتصادك. يعني انت عندك مشاكل مع امريكا، وطبعا احنا شايفين النفطه ايه اللي حصل فيها، وناس كتير هنا في كندا اتضررت، ومع الصين مفيش علاقات سليمه وشايفين اللي حصل برضه، ومع السعوديه وغيره وغيره. فين العلاقات الجيده خارجيه؟ انا مش شايف الكلام ده يا اخي. بس انتوا فيكم اشي انتوا المحافظين يا اخي عنصريين يا اخي بالفطره، مش عارف ليه والله. يعني من قبل عنصريين ضد مين؟ ضد ما احنا كنا للمهاجرين تحديدا. طب انا مهاجره يعني انت تنكر انه كان كونزرفتيف، تنكر انه كانت الحكومه القديمه تبعت هاربر كانوا بدهم يعملوا قانون البل سي 24 وكانوا بدهم يعملوا جنسيه كنديه من درجه ثانيه للناس اللي زينا. يا سيدي عايز اقول لك شيء، يعني هو القانون ده اتعمل في ظروف معينه والاسباب معينه ومش موجود، وما اعتقدش انه هيبقى. وفين العنصريه في الموضوع؟ الموضوع ده كان بيستهدف ناس معينه، ما كانش بيستهدف حد معين. قول لي على مر التاريخ امتى حزب المحافظين كان ضد اي فئه من الفئات الكنديه؟ اللي انا عايز اقوله لك ان الدستور بتاع حزب المحافظين مبني على المساواه، ذا كواليتي، ده اهم شيء. ده أكتر حاجة حببتني في الحزب ده، إن كل الناس سواسية. ما ينفعش نقسم المجتمع الكندي لعرق ولا دين ولا جنس ولا أي شيء. إحنا ضد الكلام ده تماما. ده الدستور بتاعنا. إمتى كنا ضد أي فئة؟ وإمتى هنكون ضد أي فئة؟ طب لا يحصل ولا حصل. طب في تصريحات بتطلع من بعض المرشحين المحافظين موجودين عندنا هون وبتكون تصريحات عنصرية. تاني يا فادي، الحزب هو صاحب المبدا وصاحب الرأي. احنا مجرد خليه في جسم، والجسم ده ليه اهداف وليه دستور احنا بنمشي بيه، ما ينفعش حد يطلع براه. احنا ماشيين تبع الدستور بتاع الجسم، في مساواه يبقى في مساواه. يعني انت بتعتبر هدول التصريحات تصريحات فرديه؟ انا ما اعرفش خلفيات التصريحات، ويعني ماليش اوير بالتفاصيل بتاعتها. عايز اقول لك حاجه،
انا بشتغل بكل كندا، كل كندي في منطقه مساجا سنتر في الصين بيهمني، وبعتبره ده عيلتي دي اسرتي، دول اللي انا همثلهم ايا كان ايا كان كل الناس بدون اي تمييز من اي مكان. ويمكن تشوف الكامبين بتاعي هتلاقي فيه كل الناس بتيجي وكل الناس بتساعد من قلبها ايا كانت خلفياتها وايا كانت دياناتها وايا كانت عرقياتها واي، كل الناس موجوده، تعال اتفرج وشوف. طب انت يعني ده دي اهم ده، وانا بقول لك يعني مبدا الحزب المساواه ومبداي المساواه. انا اتكلم عن نفسي، انا لكل كده، انا لكل انسان في السياسه، الناس اللي هتدين عصمتها حتى اللي مش هتدين عصمتها دي مسؤوليه في الهدف. بكل الاحوال يعني نتمنى انه اللي راح يفوز انه يشتغل لمصلحه الكنديين بشكل عام، ولنا احنا يكون الا واجهه انه ان شاء الله تحترم وانها تكون تاثر يعني وتفيدنا احنا كجانب. بالتوفيق لك ولكل المرشحين العرب، فكل التوفيق للمرشحين العرب تبعونا، وخلال كم من يوم ان شاء الله اذا اتوفقت انت او الكل يعني ان شاء الله متوفقين نرجع نلتقيكم ان شاء الله بس تكونوا نواف في البرلمان ان شاء الله. ما تواخذنا على الطاولة يعني، بس هي هيك استرس الواحد بيجي مرات من الأشياء اللي بسمعها. اتغلبت في الطاولة وإن شاء الله في الانتخابات. يا سيدي بالتوفيق. ما تنسوا تعملوا لايك لهذا الفيديو وتعملوا شير وتعملوا سبسكرايب على قناة اليوتيوب وتفعلوا جرس التنبيهات وتتابعوني على حساب الانستغرام، وبشوفكم إن شاء الله في الحلقة القادمة بعد الانتخابات الكندية. إلى اللقاء.